جيل الجيل الله معكم. ضيفنا بتعرفوه كتير كتير منيح، بيكفي اني اقول بس اسمه تتقولوا لي ما تكفي. ضيف اليوم عاطي كنيسة لبنان والمسرح اللبناني كتير لكتير، وبعد فيه بقشته أكتر بكتير، مش رح بخر بالحكي بس فيني أقول برخمور أبونا فادي تابت. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز جدا ببرنامج جيل الإنجيل. الله معك أبونا فادي عن جديد، شو قصة هالعقص اللي عم بصير هالأيام؟ أول شيء أبونا أنا بدي حييك وبدي حيي شباب وصبايا بجيل الإنجيل. بدي حييك على هالمقدمة الحلوة اللي حكيت عنها، بس بالنهاية بدك مين يسمع، لأنه الفرق بين البرغشة والزرقطة وبين يلي عم يعاصونا أنه البرغشة لما بتعاص بتموت، بس هني بيموتونا وبيمشوا بجنازتنا، فهذه هي المشكلة. وبعدين أنت حكيت عن 92، يعني في 8% اعتبرتهم انه هودي انت مش قصدهم بحكي صحيح. بس المشكله اللي بتصير انه كلهم بحسوا انه هن 8% و92 بطلع انا وانت. صحيح بونا فادي، فاذا اهلا وسهلا فيك. بدي رحب كمان بالاشخاص اللي تعودوا عليهم الناس. انطوان طنوس اهلا وسهلا فيك. إلي الأسمر على الأورج as usual أهلا وسهلا إلي، وكمان غسان محفوظ أهلا وسهلا فيك الرسام التشكيلي. وكمان بدي رحب اليوم بفريقي لا تخف ورابطة الأخوة بالمرحلة المتقدمة، يعني صرنا بتصور كلكم بتعرفوا. بدي ذكر إخوتي المشاهدين أنه ما عم نعطي مراجع، ما عم نعطي أسفار، ما عم نعطي كتب، لازم يكونوا مستعدين لكل شيء. فإذا لا تخف اليوم، لا تخف عرفونا على أسمائكم إذا بتسمحوا. هادي مالله. هادي أهلا وسهلا فيك. سعاد بحرب. سعاد. رولا حنينة. رولا أهلا وسهلا. أمي عون. وأمي أهلا وسهلا فيكم. رابطة الأخوة على الميكرو إذا بتسمع. تيودور خوري. أهلا وسهلا. جيل سلامة. جيل أهلا وسهلا. إنت رزق الله. كمان. وجان بول سلامة. أهلا وسهلا فيكم. يلا نحن أول شيء جاهزين. وقت اللي بدي أحكي عن جيل الإنجيل، نحن عنا عدة أقسام، العهد القديم، العهد الجديد، معلومات عامة، وبعدين رح تشوف المسابقات. يمكن ما عم بكون عندك كتير وقت تتابعنا، بس بعرف أنه يمكن أجمل شيء عم نعمله هو أنه شبابنا عم بيقروا، عم بيتحضروا، عم بيعملوا يمكن هالمشوار بحقل الرب. بقى شو بتحب تقول لشبابنا اليوم خاصة عن العهد القديم والعهد الجديد، كتاب الله، انت اليوم كمعلم في الكنيسة تفضل. يعني لما حكيتني أبونا انه مثل ما قلت لك انه انا ما عم بصير لي وقت انه احضر صحيح. هالبرنامج، بس عن جد برافو للشباب، الأجوبة يعني اكيد كل واحد ببعض الأوقات بيتردد صحيح. ببعض الأسماء صحيح. لأنه اختيار الأسئلة هو منو هين، يعني الأسئلة فيها حنكة والأسئلة فيها صعوبة وفيها ذكاء. بس كمان الشباب عم بيكونوا الشباب والصبايا كمان عم بيكونوا أذكياء وعم بيكونوا حاضرين، يعني حتى في أجوبة ما عم يحتاجوا إنه يكون فيها احتمالات إنه هذا شيء ممتاز. وبالنهاية العودة للإنجيل هو الأساس، والعودة لكلمة الله هو الأساس بحياتنا. وبتصور أنا من خلال إنجيلك جيل الإنجيل، ومن خلال الرسالة اللي أنت عم توصلها بهالبروغرام هيدا، أنه قديش ضروري نرجع لإنجيلنا، وقديش ضروري ننفض الغبرة عن إنجيلنا، لأنه للأسف مرات كتير إنجيلنا هي بس للديكور، بنكون حاطينها بمكتبة مكتبي صفين الكتب فيها، والكتب ما بنكون عم نقراها، وبين هالكتب المصفوفة في كتاب الإنجيل، يعني بتضرب هيك بتشوف الغبرة طلعت منه بسرعة. فبتصور إنه الشيء المهم يلي أنت عم تعمله أبونا والشباب يلي عم يعملوه، إنه عم ينفضوا الغبرة عن الإنجيل يلي هو دستور حياتنا، لأنه نحن لولا حقيقة عم نقرأ الإنجيل ما كنا وصلنا لي اللي نحن فيها. صحيح. لأنه إنجيلنا هو كتاب الحياة، إنجيلنا هو كتاب يلي أنقذ الملوك، ويلي أنقذ الرسل، ويلي وصلنا للي نحن موجودين فيه. وهالدستور هيدا رح يبقى طالما
في اشخاص مثل هالشباب عن جد عم يعصروا انجيل باذن الله، والشرق بخير ما تعتلوا هم يحن شبيبه جيل الانجيل وشبيبتنا بلبنان على العموم. حقيقه نفوس وقلوب حاضره وجاهزه. رح ناخذ بريك سريع اخوتي، من بعدها رح نكون مع ترنيمه لابونا فادي ثابت ومع انطوان طنوس ومع العهد الجديد مع شبيبتنا. خلوكن معنا ونرجع بسرعه. Thank you.